الفكره العامه هي يعني شايفاها انها استفزاز ما اكثر من كده. المنطقه العسكريه والله يا جماعه احنا عارفين انه من يعني من بدري شديد انه المنطقه العسكريه دي بتكون على بعد 70 متر في لائح او في لوحه مكتوب فيها منطقه عسكريه يمنع الاقتراب او التصوير. الجزء ده هو جزء من اراضي الجامعه، هل اتباع او ما اتباع دي حاجه ما معروفه، مسموح به في بمرور الطلاب عشان الناس دي بس ما عاوزين يتعبوكم يا جماعه، ما داري اطلعوكم برا. السؤال السادس، لما لم تتكون لجنه من قبل طلاب الجامعه؟ تتكون لجنه من طلاب جامعه خرطوم دي يا جماعه دي خطوه يعني متقدمه جدا ونتمنى انها تحصل في الوقت القريب، لكن هي المشاكل بدت في المجمع وبالتالي اكيد اللجنه حتتكون من طلبه المجمع، لكن اذا باقي المجمعات رات في انه تكون في لجنه مشتركه او لجنه مركزيه بالنسبه لطلاب جامعه الخرطوم ده حيكون حل مثالي جدا، ونتمنى انه باقي المجمعات تسعى في الموضوع ده على اساس انه يكون في ممكن على الاقل جسم شبه نقابي يمثل الطلاب قدام الاداره. نمره 7، تعامل الاداره وفقا لدستور الجامعه. الاداره يا جماعه في يعني بتشيل الدايره والما دايره بتخليه، يعني في نقاط في الدستور الاداره بتتعامل بها بصوره حازمه جدا مع الطلاب، في نقاط متناسقين وفي نقاط بيتعاملوا فيها بتساهل، فكيفيه التعامل مع الموضوع ده بيرجع للاداره طبعا، وموقف الاداره من جلد الطلاب او العقوبه اللي قدمت الطلاب الليله قبل في المحاكمه انه اي طالب يتجلد 20 جلده. اول حاجه انا ما اعرفه في الدستور الجنائي اصلا ما في عقوبه زي دي، في الدستور الجنائي ذاته ما في عقوبه انه يتجلد 20 جلده دي. لكن موقف الاداره من الموضوع ده مفترض السؤال يتوجه للاداره، والإدارة قدمت لها دعوات لحضور المؤتمر الصحفي ولكن لم يتم الاستجابة، فنعتذر عن الرد على السؤال. في سؤال حقة الحلول المطروحة للقضية، احنا كطلاب جامعة الخرطوم في المقام الأول سائلين للحلول وبنرحب بإدارة مدعمة تساعد انها تحل الحلول، ونحن مستعدين تماما انها نتحول من اداره، ولكن الاداره فشلت في كل مبادراتها لكي تحل المساله بتاعت الكليه، فالمساله حقت الشرطه الجامعيه هي مساله عمقت المشكله في الجامعه، وهي ليست حل بالنسبه للمشاكل الجامعه وعدم الاستقرار الموجود في جامعه الخرطوم، فلذلك نحن كطلاب جامعه الخرطوم بادرنا في حل لإزالة الشرطة الجامعية الموجودة في داخل جامعة الخرطوم أو في داخل أسوار جامعة الخرطوم، وهذا يؤكد وجود الشرطة الجامعية في داخل جامعة الخرطوم يؤكد أنه تنسيق أو يؤكد ويفضح تنسيق الآلي بين إدارة جامعة الخرطوم والشرطة الجامعية ما يسمى بالشرطة الجامعية، فلذلك الحل الوحيد والأمثل للاستقرار جامعة الخرطوم أو كلية التربية بصفة خاصة وهي إزالة الشرطة الجامعية واستجابة للحلول المقدمة من قبل الطلاب. فبردي المنصة الفرصة للدابت. طيب بنحب نأكد على نقطة أخيرة يا جماعة اللي هي الاستقرار الأكاديمي. إحنا يا جماعة كطلاب جامعة الخرطوم كلية التربية حريصين كل الحرص على الاستقرار الأكاديمي، حريصين كل الحرص على الاستقرار الأمني داخل الجامعة، يعني ما دارين ضرب ما دارين اعتقالات، في نفس الوقت دارين محاضراتنا دارين غيره، لكن الوضع الموضوعين فيه أجبرنا على أساس إنه نحن نرفض الدراسة لأسباب كلكم عارفينها أسباب موضوعية جدا. فالاستقرار الأكاديمي نحن كمبادرة من لجنة طلاب كلية التربية للاستقرار الأكاديمي بنقدم مقترح للإدارة في إنه إذا تم تحقيق 50% من المطالب بصورة واضحة عينية نحن نقدر نشوفها إنه 50% من المطالب اتحقق سيتم رفع الاعتصام، سواء ذلك الاعتصام مفتوح إلى حين تحقيق المطالب. طيب الفرصة الأخيرة نرحب قبل ما ندي الفرصة الأخيرة نرحب بأستاذ
طالب جاي من مجمع شنبات، نديه فرصة عشان يجي يسردنا أو يجي يطرح لنا مجموعة من الأسئلة بإمكانه تشخيص الأزمة حقت الموجودة في الجامعة ويمكن يعني يعدي للحلول. نرحب بأستاذ الممثل مجمع شنبات. طيب السلام عليكم شباب طلاب جامعة الخرطوم. يمكن كل الناس وكلنا يمكن متابعين في الأيام أو الآونة السابقة الأحداث اللي قاعد تحصل في جامعة الخرطوم، وبالذات بسبب شنو الشرطة اللي يمكن تم إدافته، وبعد ذاك عدم تجاوب الإدارة مع برامج الطلبة. تقريبا كلكم سمعتوا الأحداث اللي قبله في شنبات اللي وصل لمرحلة إنه الشرطة بتدخل معاك لحد إلغاء، يعني بس لمرحلة إنه يا تجلس يا تطلع، يعني هو بيتعامل معاك ذاته في شكلية غريب جدا. يعني نحن عارفين إنه الجامعة دي مؤسسة مدنية، التعامل أبرها بيتم عن طريق تعامل بطريقة مدنية، يعني ببساطة لما يحصل أي غلل من طالب ما في حاجة بقول له بودو الشرطة، ما في حاجة بقول له بودو القسم. الطالب في حاجة في دستور الجامعة بيقول إنه في دعوة لمجلس ذات محاسبة، بيتم عبره محاسبة الطالب مش بيتم عن طريق شرطة. يعني ما ممكن أنا طالب مثلا جيت نسيت بتاعتي أو جيت حصل أي غلل الشرطة سواليك بدني وديني القسم. صراحة كده حاجة ذاته ما منطقي، حاجات غريبة. يعني بيكون شنو له عدم اتفاقية ذاته في حد ذاته، يعني ما ممكن أنا كطالب هل حتى في أسئلة كثير قاعد تواجه الإدارة هي ما قادرة تجاوب عليها. أنا كطالب هل يتم محاسبتي كطالب في إطار قانون الجامعة ولا يتم محاسبتي في إطار قانون بتاع وزارة الداخلية اللي هو بيتم في إنه بيحاسبوني محاسبة جنائية ما بيحاسبوني كأنا طالب. يعني هسه علينا الطلاب اللي حصل غلل هنا مفترض الحاجة دي يتم عن طريق محاسبة في أعمال شؤون الطلاب. قول لا قدر الله حصل غلل من الطالب مبدئيا بيتم شنو مثلا التحفظ بتاعته، بيتم استدعائه في أعمال شؤون الطلاب عن طريق أعمال شؤون الطلاب بيتم محاسبته. هناك دي الشكلية اللي احنا عرفناه، وذات الشكلية بتاعت المحاسبة بقانون الجامعة ما في قانون بيقول له جلد، ما في قانون بيقول له ترك، ما في قانون بيقول له مالية في حاجة، إلا لو كان في خسائر مادية كان حصل من الطالب ده ممكن يكون له دور. لكن اللي عرفناه انه بيكون في انذار او لفت نظر، انذار بعد انذار بيكون في تجميد، بعد تجميد ممكن يكون في بس تعبت يمكن حاجات موجوده في قانون الجامعه. الحاجه اللي مفترض تعرفوا كلنا كطلاب جامعه الخرطوم رافضين رفض تام للاحداث اللي قاعد تحصل في اطار الجامعه، والشرطه الجامعيه مرفوضه تماما. ويمكن ما كنتوا عارفين حدثت في شنبات لما الشرطه نزلت في بدايه عامه كان في شكلية يعني تعامل سيء جدا حصل من الشرطة، انه يصل لمرحلة انه بيدخل للحمامات للبنات دي في اطار شنبات. ففي نفس الزمن لما احنا طلبة استرينا لانه احنا الموضوع ده مفترض تتحل وقتي، كانت الادارة بردتنا بان المشكلة هتتحل لكن ما اتحلت للتاريخ اليوم. فنحن رسالتنا واضحة جدا انه نحن كطلاب جامعة الخرطوم الشرطة ما مقبول اننا، وتعامل الادارة من حق الطالب انه يعتصم، لانه الاعتصام هي حق دستوري موجود في قانون الجامعة. انا كطالب من حق اعتصم، فلان انه وحصل الغلل في اداره في في في, في البرامج الموجود في اداره الجامعه من حقنا اعتصم واوصل صوتي انه الحاجه اللي قاعد تحصل لي انا ما راضي به، ودي يمكن ابسط حاجه انا كطالب موجود به. انا كطالب ما من حقي اني مثلا ادارك او اشاكل او اعمل كده، يعني ابسط شيء عندي هو اصفق واطالب طالب يا طالب بحق الطالب. يمكن دي ابسط الحاجات المفترض يكون. المحيرين انه الاداره ما يعني حتى الاعتصام بيفتكروا انه هي وسيله مثلا سيئه جدا، مع انه ما معترفين بها انها موجوده في دستور الجامعه. الحاجه اللي برضه عايز اركز عليها شديد بس مباشر للكيزان، وهم بهجموا على طلاب جامعة الخرطوم. الكيزان وهم بضربوا المنتوفات. اوه يا كيزان يا جبنة، انتوا لو رجال ما تضربوا المنتوفات يا جبنة.
شطان ارجع 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 شطان شطان ها ضربوا الاجهزه شطان 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 لا لا ما بدكم لا 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 بوس يا ما بدك التليفون لا لا خلينا نوثقهم لا رقيقة يا بشر مالك خلينا نوثق لهم هي عشان يا كيزان توثيق هي يا كلب ده بس مباشر هذا بس مباشر بنقول فيه احداثكم الناس بتجي بتتكلم عن حقوقهم وانت بتحرقهم ما تخاف ما تخاف ده بس مباشر يا كيزان ظهرت بفيلتكم كيزان جيرو تلوم اخرج تعال يا جبنا ده ما تخلوا ما يضرب تهي عليكم يا ترابة اطرد الكلاب ديل ها لا 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 موثق ماشي مباشر البس ده البس مباشر ما تهين اي حاجه رسيله اي بس مباشر بس مباشر اي بس مباشر اي بس مباشر يا كيزان انا لين فرحت يا كلاب تهي عليكم يا ترابة تعالوا تعالوا لا لا انا راجز تيجي لكم يا ترابة ولا ترد الكيزان او هذا المدور وذن ان التنين لا لا ماشي يا ابو شهد بس مباشر يا مالك هاي بس مباشر تابع تابع قوة على قوة احنا الترابة كلنا بجاه مثل الخلطوم قوة على قوة احنا الطلاب قوة على قوة انا عالم علينا جهد الكيزان على امينهم الكيزان هاي مباشرة الكيزان بسيقهم بس مباشر الكيزان بسيقهم جابوا مولوتوف زي 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 عشان ما يحرق يا جابي تضربوا ثمانجات تضربوا اصليا ما بيخاف منكم ما بيخاف منكم شوف الكيزة ارجع ارجع كلب ارجع ارجع تعال يا كيزان يا كلاب والله الليلة منتوباتكم لا كله تنتهوا الليلة يا جبنة اكل هاي نار هاي يا جبنة كيزان يا ابنين عامل شير يا هوي عامل شير للسفر عامل شير ده ما نتف هاي ما نتف هاي اضربوا يا كيزان اضربوا هنا على ابو يومكم زادوا بس مباشر يا كيزان يا ابنين شوف الشمبا شوف الترابة دينا الشفافة دينا الليلة تهي لكم يا ترابة انقلوها هيا اين اين على ما يخجل شايلو ساتركي بايلو ايلو شايلو ساتركي قريب قريب هاي الفاتي فاتي جدي اه مالك انا قاعد ننقل البث هنا مباشر لا لا نطلع الشارع لا لا بس لا لا جدي
دقيقة بس. دقهم. ما ترجع ما ترجع ما ترجع. ارجع. ارجع يا كلاب ارجع. ارجع. اهربوا يا كيزاني عفنين. والله الليلة بدنا نقولوها أنا العالم كله شايف. شاور الكيزان على شكله بضرب السبنجاتي. اضرب يا كلاب. اضرب يا اضرب يا كيزاني عفنين. دراب رجال الجمع. تعالوا يا جماعة كلاب تعالوا. ما بيسوي لنا أي شيء. يا أصل المنتوب ده ما بنهرب منه أكل. دك. يا شباب عملوا شير عملوا شير للجروب خلي العالم كلها تشاهد عملوا شير يا شباب ايه شباب عملوا شير دي ما نطري ايه انا ما لك يا بشر خرب من بيتك يا شباب عملوا شير للجروب يا شباب عملوا شير للجروب عملوا شير للمنشور خلي العالم كلها تشاهد ده الناس بس مباشر للكيزان وهم بيهجموا على طلاب جامعة الخرطوم الليلة يا كيزان انفرحتوا شباب عملوا شير عملوا شير عملوا شير في صفحة بتاعت الزيان المدني خلي الناس تشاهد الكيزان بيعملوا في شنو الليلة منتوباتكم الا تنتهي ويا كلاب طبنجاتكم لا زيزي اخ زيزي خلني صور الكوز ده شوف شايل له ساتور كيف عليك دينك زي. اي ما تدقوا الليلة منتوبات الليلة هنا يا جامعة الخرطوم بنموت هاي الليلة يا كلاب والله يا شباب انا هزين لانه لان انا شايل الكاميرا وما في طريقه ما في طريقه اني يا شباب عملوا شير عملوا شير للبث المباشر ده استمتعوا بالبث المباشر نقولوا هيا العالم كله خلص وصينا قالوا لنا هذا برا الجامعه جامعه حره والكوز يلا برا بدنا نقولوا هيا الليلة هيا على بالا بالا يا كوز يا عفين على بالا باي والله تهي عليكم يا الترابيات حتى النساء الليلة بجو شوف هاي النساء النساء هم بجد والهجار بيجينا لكن ما بنخاف بقى بضرب نار اولاد الكلاب دي بقى بضرب نار كيزان العفنين العالم كله عملوا شير يا شباب عملوا شير لعوسة ونساء خلي العالم كلها تشاهد بس هاي للكيزان هم بيهاجمون بيهاجموا طلاب جامعة الخرطوم وجامعة تربية بس مباشر علينا يا تاجر والطبنجات شغالة والسوادير شغالة والكيزان شغالة وتعال انت يا كوز يا عفين تعال اقضي اقضي يا كلب بث مباشر على الفيسبوك شوف عين ده بث مباشر يا وهم يا بيت يا بيت علم يجو والله يا كيزان الليلة يا هنا يا انتو العالم عامل يا شباب عامل شير للعاجر في صفة الزيان المدني خلي العالم كلها تشاهد يا بنات يا زي عشان ما تتجاوز يا ما تجروا منهم ما تجروا اي موت يوم واحد بس يا الله
بدي انت كف يا شباب ما ترجع يا بنات شباب رجعوا كم نفر اجل الناس